سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع برنامج الفضل العظيم. نلتقي يوميا من الساعة الخامسة إلى السادسة مساء معكم وعلى الهواء مباشرة من قنوات مؤسسة دبي للإعلام. في بداية هذه الحلقة أرحب وإياكم بفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، أستاذ الفقه وأصولي بجامعة الإمارات. كما أرحب أيضا بالزميل صلاح عودة للمشاركة معنا في هذه الحلقات عبر لغة الإشارة. أعزائي، نستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم على الأرقام التي ستظهر على الشاشة بعد قليل. حياك الله يا ابو الشيخ. الله يحييكم ويحفظكم. اليوم معك والمشاهدين الكرام، ورمضان والعلم ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وامام المرسلين وخير خلق الله أجمعين ورحمة الله للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول جل جلاله: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. كفى للعلم فخرا أن الله جل جلاله اتصف به عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وهو بكل شيء عليم. إن الله واسع عليم، إن الله سميع عليم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولم يأمر نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بطلب الاستزادة في شيء إلا في العلم، وقل رب زدني علما. كفى للعلم فخرا أن الله أشهد حملته على وحدانيته سبحانه، وأخبر أنهم هم الذين يخشونه على حقيقته. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم سبيل إلى الجنة، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. العلم هو الذي يبقى للإنسان بعد موته. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. العلم مهذب للنفوس،
سئل سفيان بن عيينة رحمه الله عن فضل العلم فقال: ألم تسمع قول الله تعالى حين بدأ به: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فأمر بالعمل بعد العلم. والعلم نور يبصر به المرء حقائق الأمور، والبصر هنا ليس بصر العين بل بصيرة القلوب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العلم يورث الخشية من الله، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. والعلم والفقه في الدين أعظم منه، ودليل على إرادة الله الخير لهذا العبد، فكما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. العلم حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ورياض العقول ولذة الأرواح وأنس المستوحشين ودليل المتحيرين، به يعرف الله ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد. هو الصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والأنيس في الوحشة، مذاكرته تسبيح والبحث عنه جهاد، وطلبه قربة وبذله صدقة، ومدارسته تعدل بالصيام والقيام كما قال ابن القيم رحمه الله. وقد كان سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه يدارس القرآن مع سيدنا جبريل عليه السلام في كل رمضان، ودارسه في العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم مرتين. وإذا كان الجود بالخير مطلوبا، حيث كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، فإن الجود في رمضان آكد، فقد كان صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. والجود بالعلم وبذله هو من أعلى مراتب الجود، والجود بالعلم أفضل من الجود بالمال، لأن العلم أشرف من المال. قال الحسن البصري رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، إن من أعظم النفقة نفقة العلم. ويقول: نعمة العطية ونعمة الهدية، الكلمة من الخير يسمعها الرجل فيهديها إلى أخ له مسلم، انتهى كلامه. وإقامة مجالس العلم تسد شيئا من حاجة الناس إلى الوحي، ومن أعظم ما يحصل به الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في جوده في شهر رمضان. بل حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى المال، والعلماء لا يزالون يعقدون مجالس علمهم في رمضان، وكان ديدنهم أنهم يدرسون في التخصصات المختلفة، فمنهم من يدرس في التفسير، ومنهم من يدرس في الحديث، ومنهم من يدرس في الفقه، إلى غير ذلك من العلوم النافعة. فإذا دخل شهر رمضان ترك كل واحد منهم التدريس في تخصصه، ودرسوا وقاموا جميعا بتدريس الشمائل النبوية على صاحبها آلاف الصلاة والسلام والثناء والتحية. اللهم صل على سيدنا محمد. قبل أن نستقبل بعض المكالمات فضيل الشيخ، مكالمات المشاهدين الكرام، كان بقي معنا سؤال من أم يوسف من الكويت، إن شاء الله تكون معنا. على ظاهر سؤالها شيخنا الثاني أن هناك من 7 سنوات في عندها بنت عاقة، وقد يعني ضربتها أو مدت إيدها ورفعت إيدها على أمها. يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أشد ما يعني يقع على قلب الإنسان أن يسمع بمثل هذا.
كيف تتجرأ بنت بنية أو ولد أن يسيء إلى أمي، يسيء أن بأف الذي لم يكن، لو كان هناك كلمة أخف منها لذكره القرآن، فلا تقل لهما أف، فكيف بأن يسيء الأدب إليه، فكيف بأن يعق، فكيف بأن يمد يده. ولولا الخوف على هذا لدعوت الله على هذه البنت أن تشل يده، لكن أسأل الله تبارك وتعالى أن يهديها لترجع عن غيها وتقبل قدم أمها حتى ترضى عنها هذه المرأة، ولا وهي كبيرة في السن، فربما فاته يعني هذا بعد هذا العمر قد يفوت الإنسان أن يرجع فيصلح ما أفسد. أيتها البنت اتق الله، أيتها البنات، أيها الأولاد اتقوا الله تبارك وتعالى. الوالدين بابين مفتوحين لكم إلى الجنة، فإذا مات أحدهما انسد باب، فإذا مات اثنان انسد البابين. هذا بابكم للدخول إلى الجنة بالبر بهما، بالصلة لهما، بالإطاعة أمرهما في طاعة الله تبارك وتعالى، باحترامهما، بتقديرهما، بعدم إيذائهما حتى بالتأفف. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي هذه البنت. آمين. ومثيلاتها. آمين، يبارك فيك. شيخ عبد الله من السودان تفضل. نعم، حياك الله. الأول نعم، عند السؤال الأول كان أنا في السنة الماضية. نعم. السنة الماضية كان من صمت صيام الضحية اليوم الأول. نعم. واليوم الثاني كان خلاص قال لي الناس عيدت ما صمتين يومين. الله سبحانه ده في عندي فوق عجر والله لا. إيش تقصد يا عبد الله في الضحية؟ تقصد عيد الأضحى؟ تقصد زكاة الفطر؟ أيوة عيد الأضحى، أي بقصد عيد الأضحى. عيد الأضحى، أنت شو سويت؟ صمت يوم عيد الأضحى؟ لا. أيوة عيد الأضحى، بقصد عيد الأضحى، عيد الأضحى. طيب. طيب، قول السؤال الثاني. نعم. أنا تسمح لي أسألك سؤالاً. هل هذا الصوم كان قضاء أم كفارة صيام شهرين متتابعين؟ لا لا، ما قضاء وما كفارة، أجر. أجر، ما قال تصوم يوم 8 ويوم 9. أيوة. طيب نعم، ها يعني أنت ما صمت التاسع. قال عندك فوق أجر عظيم. نعم صحيح. طيب واضح السؤال لو. أنا ما صمت اليومين، أنا صمت اليوم الأول بس، اليوم الثاني أصومه ما أصومه قال لي الناس معيدة. خلاص. أيوة. الحمد لله. السؤال الثاني. السؤال الثاني. نعم. والسؤال الثاني كان أنا كل ما صليت بقل الإخلاص 3 مرات. نعم. بوحبة لأي زول اعتدد عليه بشر بكذا، بنقول ربنا يحط عليه في ميزان حسناتهم. نعم. وربنا يعافينه معهم، حد عايده فوق عجر ولا لا؟ إن شاء الله يقرأ الإخلاص فضيل الشيخ 3 مرات يهديها يعني ثواب من أخطأ في حقه. من معنا أيضا؟ عمر من العين تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. وش حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك، حياك الله. أخوي عندي 3 أسئلة. نعم تفضل. أول سؤال عندي، الوالد مريض نفسي ولا يصوم رمضان. نعم. 3 سنين حاليا وطلع عنه أفطار. نعم. هل يجوز ولا لا؟ يدرك ولا ما يدرك؟ مرة ما يدرك، مرة يدرك ومرة ما يدرك. طيب سؤال حسب. نعم السؤال الثاني. ولا معاش شهري من الحكومة أعطيه ويعطيه الناس يوزعه. مرة على العمال، مرة يأكل، مرة أتماش، هذا كيف طريقته؟ إن شاء الله. السؤال الثالث. الثالث عندي الوالدة أمس كانت نزل عندها السكر وفطرناها خصب عشان إن خفنا عنها تتعب، وشو مطلوب عليها؟ إن شاء الله. قالت تعيد الصوم. إن شاء الله. شكرا، الله يبارك فيك. يا عمر حياك الله. شكرا. شكرا. ريتا من رأس الخيمة. السلام عليكم أخي. عليكم السلام ورحمة الله. أخي بعد إذنك أنا بدي أسأل فضيلة الشيخ، أنا طلعني مبلغ نهاية خدمة من الشركة قبل. نعم. أوكي. هلأ بدي أشوف أدي بقدر أعطي زكاة، لأن يعني المبلغ تقريبا 32,000 درهم. نعم. نعم إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. الله يبارك فيكي، مشكورة. أسألك بس
بس شخصي بقدر انا اعطي لاهلي الزكاه. اختي بحاجه. نعم. او الوالده، الوالده عندي اخواتي الشباب بيساعدوها. نعم. بس بالنسبه لاختي ان شاء الله. الله يبارك فيك، مشكوره، حياك الله، شكرا على الاتصال. ام سيف تفضلي من دبي. ام سيف تفضلي يا اختي، سمعت الشيخ. سؤال بخصوص زكاة الذهب. انا عندي ذهب يعني شارتنا للزينة. نعم. زين، بس انا ما استعمله باستمرار، يعني مثلا عندي طقم العرس اطقم يعني مثل استخدمه للمناسبات. نعم. فهل هذه يجب عليهم الزكاة؟ مع العلم ان انا عندي مثلا من 10 سنين اطقم، واذا تجب لي عليه الزكاة اطلع قيمة الزكاة من 10 سنين ان شاء الله. الله يبارك فيك، مشكورة على الاتصال، حياك الله. من معانا ايضا حسن، تفضل من دبي. حسن حياك الله، انقطع الاتصال عن حسن. طيب ناخذ فاصل ان شاء الله ونتواصل مباشره مع الاجابات والمزيد وفضيله الشيخ معكم ان شاء الله بعد فاصل قصير، ارجو ان تبقوا معنا. اهلا بالجميع، بعض البريد الالكتروني واتي ان شاء الله الى الاتصالات. تفضل الشيخ، في بريد الكتروني ابو احمد يسالكم، هل بعد السلام عليكم شيخ، يقول هل يجوز اعطاء زكاة المال للابن الذي عليه دين قرض سكن او سيارة علما بانه ليس معسر؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اذا كان قادرا على سداد دينه فالأفضل أن تعطي هذا الزكاة لغيره وليس له، لكن إذا كان ينقصه شيء في سداد هذا الدين، لديه سداد لكن قد لا يتيسر له دائما، فهنا يجوز لك أن تعطي من زكاة مالك في سداد دين ابنك، لكن لا يجوز إعطاء الزكاة للابن بصفته فقيرا ولا مسكينا، أما بصفة الدين يجوز. نعم. أبو يمان فضل الشيخ من الشارقة يسألكم عن زكاة الراتب، يقول يعني إذا ما اكتمل الحول أو ينقص يزيد. أنا قلت إن لا ما في شيء اسمه زكاة الراتب ولا زكاة الدخل بهذه الطريقة. زكاة الراتب الشهري، كثير من الناس لا يبقى لهم شيء لآخر الشهر، ربما يستدينون ليمضوا الأيام الباقية، فهذا هذا كيف تلزمهم بزكاة؟ نعم، الذي يدخر من راتبه شيء مبلغ من المال كل شهر، الآن لو ادخر فإذا هذا لا يصرفه، هذا للادخار. ننظر أول ما يصل المبلغ المدخر إلى النصاب يبدأ الحول، مثلا كل شهر يضع مثلا 2000، بعد الشهر السابع أو الثامن حد النصاب، الآن يحسب السنة، فإذا لم ينقص عن هذا المبلغ خلال سنة كاملة الآن يخرج زكاته، أما غير ذلك فليس عليه زكاة. نعم. عبد الله من السودان، شيخنا لم يصم يوما قبله أو بعده في ذي الحجة؟ لا، في ذي الحجة ما في يوما قبله أو يوما بعده، هذا في عاشوراء ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصم التاسع، إنما صام عاشوراء، قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، ومن العلماء قال خالف اليهود والنصارى يهود فصوموا يوما قبله أو يوما بعده، وهذا الأكمل، لكن في يوم عرفة أصلا لا يمكن الصوم يوم بعده، والمستحب هو السنة صوم يوم عرفة، أما ما قبله فيدخل في عموم العمل الصالح، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من الأيام العشر، صوم يوم العيد الأضحى حرام، طالما أنت صمت اليوم الأول ثم ثاني يوم كان عيدا فمعناته أنت صمت يوم عرفة، فالحمد لله هذه بشارة خير لك، أنت صمت اليوم المطلوب. نعم. فضيل الشيخ يقرأ الإخلاص 3 مرات بعد كل صلاة، يعني إهداءها لثواب من خصمه أو جزاه الله خير. جزاه الله خير، هذا إحسان وثوابه إن شاء الله يصله هو ويصل من أهدى إليهم إن شاء الله. عمر من العين معه 3 أسئلة. الوالد عند شيخنا لا يصوم، هو على ظاهر سؤال مريض نفسي لكن يدرك أحيانا، يقول عندما يدرك يتوجب عليه، فإذا ليس من الأشخاص الذين لا يجب عليهم، فإذا لم يفعل هذا الصوم وهو خارج عن إرادته
يعني لا في يومها مثلا يمسكه شيء، اذا يستطيع يقضي بعد ذلك في ايام المريض النفسي، ليس دائما يعني، احيانا بعض الايام وبعض الايام لا. فاذا كان يستطيع القضاء فالواجب عليه القضاء، اذا كان لا يستطيع القضاء فتخرجون عنه عن كل يوم طعام مسكين. الوالد له معاش، وهذا السؤال نستفيد منه جميعا شيخنا، بعض الاباء الكبار لهم معاش، الاولاد ايش يسوون فيه؟ الاولاد لابد أولا أن يعين شخص منهم، واحد من الأمناء، يمسك هذا المال، فهو يكون وليا للمال، فلا يتصرف في هذا المال بالتبرع، ولا يتصرف في هذا المال بالتصدق، ولا يتصرف في هذا المال بالهبة، فإذا يفعل التصرفات النافعة نفعا محضا، نعم، أو ولا يفعل التصرفات الضارة ضررا محضا، والدائرة بين النفع والضرر إذا غلب المنفعة على المضرة. نعم يخرج زكاته، زكاة هذا المال إذا كان بلغ نصابا وحال عليه الحول، ممكن أن يصرف عليه هو إذا يحتاج في حاجاته، في علاجه، في لملابسه، لأكله، لشربه، للإنفاق على من هو واجب النفق عليه، مثلا مثل زوجته، مثل أولاده الصغار الذين هم تحت نفقته، هذا الذي يقوم به بأمانة وإخلاص، ولا يسلم له إذا كان هذا حاله، لا يسلم له حتى لا يبذر فيه، حتى لا يوزعه، وإذا احتاج ثم يمد يده إلى الناس مثلا. عمر، الوالدة عندهم تعبت شيخنا بسبب مرض سكري ففطروها. لا إشكال في ذلك إذا كنتم قد خفتم عليها، فلا إشكال في ذلك، لأن إذا هبط السكر يحتاج لأن يأخذ شيئا يرفع به نسبة السكر، لأن هذا فيها خطورة. أحسنتم الفعل إن شاء الله تعالى. إذا تستطيع أن تقضي بعد ذلك تقضي هذا اليوم، وإذا كانت كبيرة في السن لا تستطيع القضاء مثلا، فإنها تخرجون عن فدية طعام مسكين، لكن بدليل أنها تصوم فإذا هي تستطيع الصوم، لكن تصوم في الشتاء، النهار قصير وقد لا يحتاج إلى شيء من هذا. نعم. ريتا شيخنا أقسم سؤالها إلى شقين، الشق الأول ماذا عن زكاة نهاية الخدمة شيخنا؟ هذا واحد. اثنين، ممكن تعطيها لأختها؟ نعم، زكاة نهاية الخدمة إذا استلمها وهذا كان يدخر له، فهو الآن يخرج زكاة سنة واحدة. زكاة سنة واحدة يخرجها، وقد قالت أنها 32 ألف درهم، فالزكاة 800 درهم. نعم. الآن قضية الزكاة للوالدة لا يجوز لك أن تعطيها من الزكاة، بل واجب عليك إذا كانت محتاجة أن تنفقي عليها، إذا لم يكن هناك من ينفق عليها الواجب عليكم أن تنفقوا عليها، لكن إذا كان عليها ديون تستطيعين أن تسددي الديون من هذا الزكاة. أما أختك فيجوز لك أن تعطيها من الزكاة إذا كانت من الأصناف الثمانية، من الفقراء أو المساكين أو المدينين إلى غير ذلك. يعني لا يمكن أن تعطيه بصفته فقط أختك، فإذا كانت مستغنية بزوجها أو مستغنية هي بمالها فلا يصح أن تعطى من الزكاة. معنا أيضا السؤال في موضوع زكاة الذهب شيخنا للزينة، لا تستخدمها باستمرار؟ إذا اشترت هذه الأطقم للزينة فليس فيها زكاة، هذا رأي جمهور أهل العلم، ليس في الحلي الزكاة، إلا الإمام أبو حنيفة فإنه يرى في ذلك الزكاة، وإذا أرادت أن تخرج فهذا شأنها، لكن ليس عليها، بشرط أن لا يكون خلاف المعتاد لأمثالها، يعني لا تكون حجم كبير فوق ما يلبسه أمثالها، وأيضا ينبغي لها أن تحرص على لبسها ولو مرة في السنة. أنا أتعجب، أنا أريد أطرح شيئا هنا الآن ربما تغضب علي النساء، أنا أتعجب من النساء يشترون الذهب والأطقم وهذه الأشياء كلها ويهدى إليهم والزوج يأتي بها إليهم في عند الزواج، لكن لا يلبسون أمام الزوج، مع أن الأصل في الزينة أن تلبس أمام الزوج، لكن يلبسون في المناسبات الخارجية. طيب لماذا لا تلبسون حتى في البيت؟ البسوها أمام أزواجكم وبذلك لا تزكونها. يبارك فيك الشيخ. إذا معنا اتصال، لأن معي رسائل أو بريد إلكتروني، رسائل بريد كثيرة من معنا، نأخذ عزيزة وعود إن شاء الله للرسائل. عزيزة تفضلي. عزيزة معي. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. السلام ورحمة الله. السلام. الله يبارك فيك، تفضلي. الله يخليك. أنا معايا بنتي بتصوم معايا رمضان، هي وربعتي في البيت. نعم. يعني زكاة الفطر نعطيها عليهم أنا ولا يعطوها على أنفسهم؟ أنت تصومين والبنت، ومين معاكم أيضا؟ معايا ربعتي ومعايا بنتي. بس سؤال، نعم. من الذي ينفق عليهم؟ من الذي يطعمهم؟ لا هم بيشتغلون، ولكن الحين قسم بدون شغل.
طيب. طيب شكرا يا عزيزة، حياك الله. شكرا. دنيا من دبي تفضلي يا دنيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت عايزة أسأل فضيلة الشيخ، أنا مولدة صار لي 50 يوم. نعم. وبرضع ومعي صوم. عايزة أسأل لو أثرتر على حكم الشرع. نعم. بخصوص الصيام. نعم. إنه بأخذ الاعتبار إنه دم النفاس خلاص وقفت. نعم. إنه فما حكم الشرع يعني الصيام؟ إن شاء الله. إنه أصوم أو أجرب يعني بخصوص إنه خايفة ينشف حديث الصوم. طيب. يعني. إن شاء الله يا دينا أو دنيا. شكرا. من دبي. علي تفضل من العين يا علي. نعم. اسمعني فقط من الهاتف وكذلك المشاهدين الكرام جميعا. عليكم السلام ورحمة الله. نسمعك. نعم نسمعك. تفضل يا علي تفضل. الله يرضى عليك. بغيت أخبرك عن زكاة الحيوان بفضلك. نعم. إبل ولا مواشي ولا؟ مواشي وإبل. طيب يعني كم من الإبل؟ كم من الإبل؟ من الإبل طال عمرك دعاني نعرف الزكاة، بس اللي ما دار عليها الحول يعني جديدة. طيب كم عددهم؟ بس خبرني عددهم يا علي، كم عددهم الإبل؟ 10 15 صغار يعني صغير. طيب. حد سنة ما لاقل السنة. نعم. وال 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 والأغنام كم غنم؟ والغنم حوالي 110 كذا. 110 من الغنم إن شاء الله يعني. اسمع الشيخ، صغار ما حسبناه صغار لطيحات توهن يعني. إن شاء الله الشيخ بيخبرك بالنسبة للصغار وبالنسبة للكبار. مشكور يا علي وحياك الله. جزاك الله خير على الاتصال. أم نوف تفضلي من أم القوين. نعم. حياك الله. حينبا. تفضلي بالسؤال يا أختي، الشيخ يسمعك. لو سمحت عندي يعني أنا كنت أقرأ سورة البقرة يوميا. نعم. وهلا في رمضان بختم القرآن يعني، ففي بعض الناس يقولون يعني لا تختم القرآن، لا تقرأ البقرة في رمضان يعني لأن حرام. طيب شكرا يا أم نوف، حياك الله. حياك الله. شكرا. راشد من أبو ظبي تفضل. تفضل. حياك الله. يسمعك الشيخ أخي الكريم، تفضل بالسؤال. يلا أعطيني السؤال. لا الظاهر متصل في برنامج آخر. شكرا يا راشد، هو ينتظر السؤال وليس أنه هو يسأل. أم علي تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغيت أسأل الشيخ بس عن تعرف نحن نستلم راتب كل شهر، فمن الراتب هذا نحط جمعية، نسوي جمعية حق بعض يعني نساعد بعض. نعم. فهل هاي الجمعية عليها زكاة ولا شو؟ إن شاء الله. كم مدة الجمعية؟ يعني تقريبا سنة ونص كذي. أيوة. يعني على حسب. إن شاء الله. شكرا حياك الله يا أم علي. عبد الرحيم تفضل من العين يا عبد الرحيم. لا عبد العزيز. معي عبد الرحيم. حتى بعد الصلاة في المسجد بعد خلصة الصلاة. ما سمعت السؤال يا أخي الكريم، الصلاة في المسجد أو المصلى؟ في المصلى أو في المسجد، السلام عليكم خارج الصلاة. لا السؤال غير واضح ويتقطع الصوت أيضا، عيد الاتصال لو سمحت يا عبد الرحيم، عيد الاتصال إذا تكرمت حتى يكون صوت أوضح. تفضل يا أحمد من ليبيا. يبارك الله الشيخ يا. الله يبارك فيك. أيوة. حياك الله يا أحمد، تفضل من ليبيا، يسمعك الشيخ. البنات على التقريعة يا شيخ، هل فطر ولا ما فطرش في رمضان؟ تقريعة إيش تقصد؟ ترجيعة في رمضان. ترجيعة. نعم عفوا آسف. نعم 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 القيء في رمضان. تطلع فار هي. إن شاء الله. شكرا يا أحمد، حياك الله. مشكور على الاتصال من ليبيا. أم ريان تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال بالنسبة للشيخ لو سمحت. نعم تفضلي. بغيت أسأله بالنسبة للزكاة يعني إحنا أنا وزوجي بصراحة هو ما يشتغل، كان عنده قضية في المحكمة ومظلوم، أهم شيء يعني دعاء الشيخ لو سمحت، وطلع من السجن وما عنده دوام صار له سنتين. طيب. وأنا ما أداوم وعندي ولدين. طيب. ما حكم يعني كيف بالنسبة للزكاة؟ طيب شكرا. وناس تساعدنا بصراحة وجمعيات. طيب شكرا يا أم ريان. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. واضح. شكرا. إذا كان في حاجة أو شيء في الجمعيات الخيرية والمؤسسات اللي موجودة في الدولة موجودة ممكن أن تذهبي إليها. وموضوع من لا يملك أيضا بسأل الشيخ إن شاء الله، من لا يملك كيف يزكي. من معنا أيضا محمد من تونس، تفضل يا محمد.
محمد من تونس تفضل يا أخي الكريم. إذا تسمعني يا محمد. السلام عليكم. يسمعك. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. يسمعك الشيخ. تفضل بالسؤال. والله يحب نسأل على الزكاة. نعم. احنا في ظروف في ظروف نتاع الكورونا هذه، واحنا الزكاة نتاعي خرجها في شهر رجب. ايوة. وطو السيولة ما فيش، كيفاش نكون الحل نتاعها هذه؟ ايوة ان شاء الله، حياك الله. الله يبارك فيك يا محمد من تونس. اذا هو يخرج زكاته في رجب، ماذا يفعل الان؟ ولا توجد ايضا سيولة، ربما يكون يعمل في احدى التجارات. من معنا ايضا منى، تفضلي من العراق. منى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين من فضلك. تفضلي. الأول عندي مبلغ أجمع يعني للحج. نعم. هل عليه زكاة؟ نعم. سؤال ثاني، أعطيت مبلغ دين يعني لأختي. نعم. هل عليه زكاة؟ ما أعرف يعني متى حترجع ولا لا. أيوة. شكرا جزاكم الله. حياك الله، الله يبارك فيك. شكرا. عبد الوهاب تفضل من عمان. ايوه باغي نسال الشيخ. انا عبد الوهاب من سلطه عمان. فاريد اسال الشيخ يعني انا راتب التقاعد استلم من الحكومه يعني من تامينات 200 ريال. نعم. يستحق علي؟ نعم. خليك معي يا اخي عبد الوهاب. تستلم راتب من الحكومه؟ طيب. ايوه 200 ريال. 200 ريال نعم. ايوه. تسال عن زكاتهم يعني؟ ايوه. ان شاء الله، الله يبارك فيك، حياك الله يا عبد الوهاب من عمان. من معنا ايضا اذا في اتصال، ام محمد من ابو ظبي تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مبروك الشهر عليكم. الله يبارك فيك. والله سؤال يا شيخ، قال لي الدكتور لا تصومين ومسوي زراعه كذا. نعم. يعني شو يعني عينيه؟ طيب انت تصومين ولا ما تصومين الحين؟ لا ما أصوم. نعم، بسبب أن الدكتور قال عندك يعني زراعة كلى والمفروض أنك ما تصومين. مشكورة يا أم أحمد، حياك الله. أحمد تفضل من السودان، الله يبارك فيك. انقطع الاتصال عن أحمد. طيب نجيب إن شاء الله، وإن شاء الله يسع الوقت بإذن الله تعالى. شيخنا عزيزة المتصلة تقول بأن عندها بنتها وصديقتها معاهم في البيت، وكل واحدة تشتغل، ماذا عن زكاة الفطر؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما دام كل واحدة منهم تشتغل فزكاة فطرها عليها. أنت لا تنفقين عليهم، لو كنت تنفقين عليهم نعم نقول تخرجين عنهم، لكن إذا أخرجت عنهم بتوكيل منهم فلا بأس، يصح. ولو البنت أخرجت عنك وعن ربيعتك مثلا ممكن يصح، لكن الآن الواجب على كل واحدة مستقلة أن تخرج زكاة فطرها. زكاة فطر كم تقريبا قبل ما نذهب للفاصل؟ تقريبا شيخنا 3 كيلو من الرز تقريبا، أو ما يقابل 20 إلى 25 درهم. درهم. نعم. إن شاء الله، إذا سنتواصل إن شاء الله معكم مع فضيلة الشيخ والإجابات وأيضا البريد الإلكتروني بعد فاصل قصير، أرجو أن تبقوا معنا. أهلا بالجميع. دنيا فضي الشيخ أنجبت من 50 يوم، توقف دم النفاس، الآن ماذا عن هي ترضع الآن؟ نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. كونها دم النفاس قد توقف أي رأت الطهر، فإنها الآن تستطيع أن تصوم، لكنها طالما أنها ترضع لها رخصة الفطر إن كانت تخاف على الرضيع أو كانت تخاف على نفسها أو تخاف أن الجنين الرضيع يتضرر بجفاف الحليب، فلها أن تفطر ثم بعد ذلك تقضي بعد رمضان. علي من العين فضل الشيخ، عنده 10 من الإبل 110 من الغنم، يقول ما حسب الصغار وما حال الحول. لا، إذا ما حال الحول هذا مسألة أخرى، لأن ما فيها زكاة، لأن حولان الحول شرط، لكن لابد أن حساب الجميع، لا يمكن أن أنا ما أحسب الصغار، الأولاد يدخلون ولو لم يكملوا سنة، لأن هذا النتاج
النتائج يعني مثلا انا الان مثلا عندي مثلا 110 وبعض من حمل مثلا ثم جاء مثلا صاروا 140 النصاب يختلف، فلا بد الانسان ان يبرئ ذمته. اما حتى الان ليس فيها زكاه لان لم يحل عليه الحول، اذا بقيوا على نفس العدد ففي الجمال فيها شاتين، لان في الخمس جمال شاه، في العشره الى 14 شاتين. شاتين نعم. اما في الاغنام فمن 40 الى 120 شاه واحده. فاذا حسب الصغار مثلا وكانوا اكثر من 120 صاروا 121، من 121 لغايه 200 شاتين. شاتين نعم. نعم. يعني الان على 10 الابل عنده غنمين. نعم. عنهم، وبالنسبه ل 110 غنم واحد. غنم واحد. غنم واحد. إيه. اذا حرم. الا اذا كانوا اكثر، لابد ان يحسب الصغار. نعم. نعم. ام نوف من ام القوين، ما ادري شيخنا اليوم حتى عنوان الحلقه عن موضوع العلم يا فضيل الشيخ، فناس يفتون او يقولون لا تقرئين البقره في رمضان لعدم جوازها في رمضان او حرام كما قالوا لها. يتعجب الانسان من جراه الناس على الله تبارك وتعالى، من يحل ويحرم هذا كانه يوقع عن رب العالمين، هذا تشريع جديد. هذه اول شيء، اذا كنت تعرفين هؤلاء الناس قولي لهم استغفروا الله تبارك وتعالى وتوبوا إلى الله تبارك وتعالى من هذا الكلام، لأن هذا الكلام إثم، وإثم كبير جدا أن يأتي الإنسان ويفتري على الله تبارك وتعالى ويقول قراءة السورة هذه حرام في رمضان وهذا حلال في غير رمضان. هذا كلام فارغ. تستطيعين أن تقرأي البقرة كل ليلة كما كنت تقرأين، لكن وختمتك تختمينها، لكن وتقرأين في الختمة أيضا البقرة. يعني ليس انك انا اكتفي بالختمة اللي اقراها هذه وانا ابدا من الفاتحة ثم آل عمران، لا، لابد ان تقراي البقرة. ممكن ان تبداي بالفاتحة ثم البقرة للاثنين للختمة وللوردك اليومي مثلا ثم تكملين الختمة. نعم. ام علي فضل الشيخ تعمل جمعية بين الافراد، لكن حضرتك سالتها شيخنا هل كم الجمعية، كم مدتها يعني؟ نعم، وهذا فيه اشكال كبير كثير من الناس لأنهم يجهلون الأحكام. الآن بهذه الصورة نعم فيه زكاة، لأنك المال صار سنة أو سنة ونصف، هذا قد حال عليه الحول فوجب فيه الزكاة. دائما أقول لكم أيها الإخوة والأخوات، إذا كنتم تفعلون ذلك من باب الإحسان لبعضكم البعض، لا تجعلوا أكثر من 10 أشهر. ليس شرطا أن تجعلوا لمدة سنة وسنتين وثلاث، إذا سنة وسنتين وثلاث فلا بد أن تحسبوا زكاة هذا. من ليبيا فضي الشيخ، من قاء في رمضان شيخ. نعم. القي له صورتان، إما أن يتعمد القي، فإذا تعمد القي فهذا صومه باطل ويجب عليه الإمساك ويجب عليه أن يقضي هذا اليوم. أما إذا غلبه القي وخرج ولم يستطع دفعه فهذا لا إشكال في ذلك، بس لكن لا يبلعه ثانية تعمدا، أما إذا نزل هكذا فلا شيء عليه. نعم. من لا يملك الزكاة، من لا يملك شيء فضي الشيخ، كيف يزكي سواء المال أو موضوع زكاة الفطر؟ إذا ليس لديه شيء زكاة أولا زكاة المال لا يجب إلا من لديه مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، فإذا لم يكن من هذا، ولذلك لما يقول نأخذ من الناس يساعدونا، إذن هم من مستحقي الزكاة وليسوا من دافعي الزكاة. أما زكاة الفطر فيجب على من كان يملك قوت يوم العيد وليلته، الفائض من قوت يوم العيد وليلته الآن لابد أن تخرج، لأن هذا زكاة البدن، وزكاة البدن ومقداره قليل ليس كثيرا، 3 كيلو رز، ومن الرز اللي أنتم تأكلون منه قد يكون 3 كيلو لا يساوي مثلا 12 درهم أو 15 درهم مثلا. نعم. من تونس محمد يقول شيخنا سؤالين، أول إذا هو كان قد أخرجها في رجب الآن نعم. ممكن أن يقدمها، هذا شيء ثاني شيخ، ولا توجد سيولة لما عنده سيولة نعم. شيخ. أولا إذا كان زكاته يحين في رجب وهو قد أخرجها فالحمد لله قد أدى الذي عليه، لكن إذا كان زكاته في رجب وبسبب الكورونا لم يستطع إخراج زكاته في رجب، الآن ماذا يفعل؟ ما عنده سيولة، ينتظر السيولة. إذا كان يستطيع أن يبيع شيئا من ماله هو مستغن عنها فيحصل له المال ويزكي، وإلا متى ما توفرت له السيولة وجب عليه إخراج الزكاة. وتعجيل الزكاة في مثل ظروفنا نحن الآن أمر مستحب. لماذا؟ لأنه قد
تسد بهذا الزكاة حاجة فقير مريض يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى طعام، يحتاج إلى شيء بسبب الحجر مثلا أو شيء من هذا القبيل. فمن المفضل أن يبادر الناس بإخراج زكواتهم. من العراق منى تسأل السؤال الأول، أجمع مبلغ للذهاب للحج هل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. أيوة. لأنك أنت لم تصرفه حتى الآن، مال ملكك. أيوة. الله أعلم تستطيع الذهاب أو لا تستطيع الذهاب، هذا شيء آخر. ومن يفتي بأن كل حاجيات الناس المبالغ التي يحتاجها وهو لم يصرفها ليس فيها زكاة، هذا على خطر كبير، يعني هذا رأي شاذ لا يؤخذ به. فإذا فلان بحاجة إلى بيت، فلان بحاجة إلى سيارة، فلان بحاجة إلى خادمة، فلان بحاجة إلى تعليم، فلان بحاجة إلى مستشفى، فلان بحاجة إلى علاج، فهذا إذن لا يوجد زكاة. إذا كل إنسان يدخر جزء من ماله لكذا وجزء من ماله لكذا وجزء من ماله لكذا وليس عليه زكاة، إذا في ماذا يجب الزكاة؟ نكمل إن شاء الله بعد سالم من ليبيا. تفضل يا سالم. أيوة معكم سالم من ليبيا. حياك الله يا سالم، تفضل بالسؤال. والله أولا أشكر الشيخ على هذه المعلومات القيمة وهذه الإفتاءات الجميلة الروحانية في هذا الشهر العظيم. ولدي سؤال والله يا فضيلة الشيخ. الله يحفظك. عندي مبلغ من المال في حسابي ولكنه غير ثابت، يتراجع ما بين 1,000 إلى 2,000 إلى 3,000. نعم. دينار ليبي. نعم. فكيف أزكي عليه هذا المال الغير ثابت في هذا الحساب؟ إن شاء الله. مشكور يا سالم من ليبيا، الله يبارك فيك، شكرا على الاتصال، شكرا على المتابعة. إيمان من الشارقة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال نسلم. الله يبارك. أنا بشكي من بيجيني صداع في رمضان وأنا صايمة. صداع شيخنا. وبعدين في تحاميل، المفروض أخذ تحاميل بالشرج، ممكن بتفطر ولا لا؟ إن شاء الله. شكرا يا إيمان، حياك الله. طيب وإن شاء الله نأخذ إن شاء الله. سارة من السعودية تفضلي يا سارة. السلام عليكم. عليكم السلام. عندي سؤالين بالنسبة على الزكاة. أنا إلي مبلغ في الشركة بس لسه ما استلمتها، فهل عليها زكاة أو لا؟ نعم. والسؤال الثاني، أنا حاطة مبلغ من المال كان مفروض أصرفه الشهر هذا عشان أشتري بضاعة، بس بسبب الظروف ما استطعت أنني أدفع الآن، فبدفعها في بعد شهرين، هل عليه زكاة أو لا؟ إن شاء الله. هل حال عليه الحول؟ أي حال عليه الحول. نعم. إن شاء الله. مشكورة يا سارة، حياك الله، شكرا على الاتصال. شيخنا منى كان عندها سؤال ثاني، أعطت أختها مبلغ من المال. نعم. إلى الآن لم يسترجع، هل في هذا المال أيضا زكاة؟ الدين الذي للإنسان على غيره فيه عدة يعني صور، يعني مثلا صورة أنه متأكد من السداد فهذا يخرج عليه الزكاة، أنه كأنه وضعه أمانة عند فلان. الذي يخشى من عدم السداد، يخشى يعني يخاف، يعني يرجو السداد لكنه يخشى أنه ممكن يتأخر، الله أعلم متى، بعد سنة بعد سنتين أو كذا، فهذا نفتي له بالقول الأيسر أنه عندما يستلم هذا المال يخرج زكاة سنة واحدة عن هذا المال. نعم. من عمان عبد الوهاب، المعاش ماله شيخنا الشهري اللي هو 2000 ريال. لا هذا حتى الآن ليس مبلغا يحول عليه نصابا، يعني لم يبلغ نصابا حتى الآن، لكن إذا كان يدخر منه شيء ثم وصل المبلغ إلى ما يعادل قيمة 85 جرام ذهب من عيار 24، لنفترض مثلا أن يكون مثلا 1600 ريال عماني مثلا، 16,000 درهم. إذا وصل إلى هذا المبلغ ثم مضى عليه حول ولم ينقص عن هذا، فعندئذ يجب الزكاة. أما أن تستلم كل شهر مبلغ من المال هو أقل من النساء فليس في ذلك الزكاة. نعم. أم أحمد شيخنا زارع كلى والطبيب يقول لا تصومين. لا تصوم إذا الطبيب أهل الخبرة وأهل تخصص، فإذا قال أن هذا يضرك في صومك وأنت لا تستطيعين الصيام لا الآن ولا بعد لأنك زارع كلى، فتخرجين عن كل يوم طعام مسكين. الحمد لله ديننا دين يسر ودين سهولة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس على المريض حرج. نعم. سالم من ليبيا عند مبلغ غير ثابت شيخنا بالدينار. نعم. الليبي. أولا الدينار الليبي أنا لا أعرف صرفه الآن، لكن العبرة بما يساوي قيمة 85 جرام من الذهب عيار 24. نعم. ثم هذا المبلغ الذي يساوي هذا النصاب لا ينقص
على مدى سنة، فإذا لم ينقص على مدى سنة من هذا المبلغ، نعم يزيد ثم ينقص شوية لكن لا ينقص عن النصاب. يعني مثلا الآن لنفترض أنا عندي 16,000، شهر الذي بعده يعني الآن بدأ النصاب عندي، شهر الذي بعده وضعته 2000، طيب الآن صار 18,000، شهر اللي بعده صرفت 2000 لكن لم أمس 16,000، فإذا النصاب لا يزال باقيا والحول مستمر. لكن إذا أخذت شيء من 16، مثلا أخذت صرفت 5 فنزل المال إلى 13,000 فأنا فقدت النصاب وبذلك انقطع الحول. الآن هذا الأخ يعرف السعر هذا، هل يساوي 85 جرام من الذهب عيار 24 يعني الذهب خالص؟ إذا كان يساوي مثلا لنفترض 1000 دينار، فالألف دينار الآن هو نصاب، فإذا نقص عن الألف انقطع الحول. أما إذا لم ينقص عن الألف يزيد وينقص يزيد وينقص لكن لا ينقص عن الألف، فهذا الآن الحول مستمر، فإذا حال الحول يزكي. جزاك الله خير على التوضيح شيخنا. إيمان يجيها صداع فضل الشيخ، وماذا موضوع التحاميل شيخنا تفطر؟ موضوع التحاميل أنا الذي أدين الله به أقول أنه يفطر، لكنه من أمانة العلم أن أقول أيضا أن مجمع الفقه الإسلامي الدولي ذهب إلى أن التحاميل اللي من الدواء وإلى هذه الأشياء أنها لا تفطر. فهي الآن تأخذ الرأيين الذي ترى، إن كانت مضطرة لها أن، وهذه العلماء أجلاء وكرام يعني ليسوا شخصا واحدا حتى. نعم. يبارك فيك فضيل الشيخ، انتهى وقت الحلقة، نلتقي غدا إن شاء الله. سارة من السعودية بإذن الله تعالى السؤالين غدا بإذن الله تعالى. شكرا على المتابعة والاتصال. في ختام هذه الحلقة تقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء أستاذ الفقه وأصوله بجامعة الإمارات، كما أشكر الزميل صلاح عودة للمشاركة معنا في هذه الحلقات عبر لغة الإشارة. تحياتي يوسف الحمادي، تحيات فريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى الملتقى. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.